بسم الله الرحمن الرحيم. للمره الاولى في تاريخه لسه سيتي بطل كاس الاتحاد الانجليزي بابداع من كاسبر شمايكل وتالق غير طبيعي وهدف جيد جدا من يوري تيليمانز وكمان تكتيك جيد جدا من المدير الفني براند روجرز. براند روجرز اللي انت قديم عندنا في القناه تعرف ان انا من المحبين والمشيدين بالراجل ده جدا جدا، والراجل ده مقتنع بيه فنيا بطريقه غير طبيعيه، علشان النهارده براند روجرز يقابل توماس توخيل. براند روجرز توماس توخيل زي الاثنين اللي بيلعبوا شطرنج والاثنين مميزين جدا. توماس توخيل كان بيحضر حاجه للمباراه النهارده وهي حته ان انا عايز احط ريس جيمس تحت وقدامه اسبريك ويت. ليه ريس جيمس تحت؟ علشان خاطر سرعات جيمي فاردي وسرعات ايناتشو الاثنين اللي بيحبوا يروحوا على الاطراف، ففاردي ممكن يميل شويه ناحيه اسبريك ويت ووقتها هيقدر ان هو يجاري اسبريك ويت ويتفوق عليه كتير جدا علشان خاطر هو عنده سرعات. فلا احنا نحط لعيب زي ريس جيمس. ريس جيمس هيكون جيد وهيكون مثالي للحته دي قدام ايناتشو او قدام جيمي فاردي. ده اللي كان محضره السيد توماس توخيل. إضافة دفاعية وحيدة مع الإصرار على 3-4-2-1، مع الإصرار على البداية في الماتشات المعربة بتيمو فيرنر، مع إننا كنا بنتكلم قبل كده كتير على إن في ماتشات أنت محتاج فيها تبدأ بأوليفي جيرو، مش تنزل أوليفي جيرو 10 دقايق. بس للأسف الشديد أنت ما اتفرجتش على المباراة الأخيرة لليستر سيتي قدام مانشستر يونايتد، ما عرفتش إن ليستر سيتي من الفرق اللي هي بتلعب بـ3-4-1-2، علشان ال 3 4 1 2 بتاعتها هتحرجك جدا جوه الملعب، لان معروفه اي مدير فني بيلعب بـ3-5-2 عايز تضايقه تخنقه عليه الملعب، العب له بـ3-5-2، وقتها هيضطر ان هو يسيب الاجنحه ويسيب الاختراقات وهيلعب عرضيات. فلو لعب عرضيات وقتها المهاجم بتاعه ما بياخدش عرضيات كتير، فما تقلقش انت سديت الاطراف، بس وقتها ممكن تعاني في العمق، لان بيب جوارديولا حب يعملها في مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي اللي كسب فيها تشيلسي 2-1 لبس، لانه العمق بتاعه كان ضايع. رودري حكيم زياش قدر ياكل عليه عيش، للصبح حكيم زياش قدر ان هو يقف دايما وراه وقدر ان هو يلطش واحده ويسجل بيها هدف. النهارده بقى في نص ملعب زي انديدي وجنبه يوري تيليمانز، موجود على الاطراف لوكا توماس، والناحيه الثانيه موجود كاستانجي. دول لعيبه جيده جدا بالذات لو تتكلم على ويلفرد انديدي وعلى يوري تيليمانز. قدامهم كان موجود ايوزي بريز وطبعا ناتشو، وموجود جنبيه جيمي فاردي، والثلاثه اللي تحت سويانكو اللي هو في كل كوره ثابته كان بيطلع يتفوق فيها على ثلاثي لعيبه تشيلسي. في كل كوره عاليه كنت بتلاقي ان الراجل بيتفوق عليهم هوائيا، فده صعب انك تلعب عرضيات وتيمو فيرنر يقدر ان هو ياخدها منه، الموضوع هيبقى صعب جدا. وجوني ايفنس اللي كان بيلعب رغم ان هو مصاب وكان بيلعب فوفانا وسويانكو وايفنس، خط دفاع جيد بس عيبه سنه بطء، فالبطء بتاعه ده وهو بيحب ان هو يلعب كاستقبال كوره ما بيبانش عليه، انما يبان امتى؟ لو هو واخد كوره والكوره مع لعيبه ليستر سيتي، وقتها حكيم زياش وقتها موسم موب هيقدروا ان هم يعملوا هجمات مرتده ويستغلوا معاهم سرعات تيمو فيرنر. ده حصل؟ لا، ليستر سيتي قرر ان هو عايز مباراه طويله علشان خاطر تشيلسي هو اللي محتاج يخلص الماتش بدري، عشان تشيلسي هو اللي عنده جدول مضغوط، تشيلسي هو اللي عايز يريح لعيبته لمباراه نهائي دوري الابطال، تشيلسي اللي عايز يريح اللعيبه لمباراه الدوري قدام ليستر سيتي برده، فتشيلسي هو اللي مضغوط. فانا بلعب مرتاح، بلعب نهائي لاول مره في تاريخي لو كسبت البطوله، ومطالب ان انا اهدى على نفسي والقط جون واعرف اخلص بيه الجيم كله، لان تشيلسي لو جبت فيه هدف مش هعرف ارجع في النتيجه، بالذات لو انت بتلعب بخمسه ورا هتلاقي ان تشيلسي بيعاني معاناه غير طبيعيه، وده حرفيا السيد براند روجرز كان بيدور عليه. الشوط الاول لقينا ان جوني ايفنس اتعور، فوقتها اضطريت انك تراجع كاستانجي مكانه وتنزل البرايتون، وبرده مكمل بنفس الطريقه وبنفس التشكيله وبنفس النمط بتاعك، ما بتروحش على مرمى كبه كتير، وهو برده ما بيروحش على مرمى كاسبر شمايكل كتير، علشان خاطر الشوط الاول بيخلص وقدام توماس توخيل حل واحد بس، نزل جيرو. تيمو فيرنر مش موفق في ماتش زي ده، محتاج لعيب بيحافر ومحتاج لعيب تديله عرضيات، وقتها ممكن تجيب الهدف والموضوع بالنسبه لك تريح وتخلص المباراه على كده. لا، احنا مكملين بنفس الترشح الثاني، بنحاول ان احنا برضو نلعب على الاطراف، بنحاول ان احنا حكيم زياش بيروح يلعب، بس ويلفرد انديدي ويوري تيليمانز مش عاطينه اي مساحه، هو ولوكا توماس، وكمان كاستانجي كان بيلعب عليه مان تو مان الشوط الاول، فحكيم ما كانش لاقي اي راحه ان هو يعرف يلعب ورا الاثنين نص ملعب بتوع ليستر سيتي، وكمان خط الدفاع بتاع ليستر كان جيد، فالفرقه كانت متوازنه واقفه جوه الملعب كويس جدا. فوقتها تشيلسي كان بيعاني، خصوصا ان موسم مونت ما كانش حاضر ذهنيا جوه المباراه، لان وقتها هتتكلم على الخبرات وان موسم مونت لعيب لسه صغير، فالماتشات اللي بيكون فيه ضغط وفيه جمهور موجود للمره الاولى من سنه الموضوع هيكون صعب جدا ومش هيقدر يتحمل الضغوط، وده فعلا اللي حصل. فوقتها تشيلسي كان في حاجه واحده بس مخيفه ممكن تدمر الدنيا، لو
لو تشيلسي لبس هدف، لان يعني خلاص الموضوع هيبقى واضح ان تشيلسي مش هيعرف يرجع ويعمل زي ماتش ارسنال، وهيفضل يحاول كتير ومش هيعرف يرجع. وده فعلا اللي حصل. ممكن تقول ان الكره خبطت في ايد البرايتون، هي فعلا خبطت في ايده وخبطت في رجله، او خبط في رجله في ايد لوكا توماس، اسف. الكره جت ليوري تيليمانز، تيليمانز بيصوب، الموضوع بيبقى صعب بالنسبه لكيبا ان هو يتصدى للكره علشان خاطر تبقى هدف اول. جمهور تشيلسي قالك الفار ممكن يقول ان الكره هاند بول فالهدف يتلغي. لا خلاص بقى، نحسب الكره راح تتحسب. وقتها كنت انت خلاص، انت طلعت تهاجم وقتها، انت بتنزل كاي هافرتز وبتحاول انت تطلع نجولو كانتي علشان خاطر انت خلاص دلوقتي هترجع موسو مونت مكان كانتي، وجورجينيو وموسو مونت هما يكونوا نص ملعب، وهتحاول ان انت تلعب على كاي هافرتز. وقتها قررت ان انت تطلع برضه حكيم زياش، وطلع ماركوس الونسو اللي كان تايه تماما، وتنزل كريستيان بولوسيتش وبن شيرويل. اسمع كده، ما كانش عندك اي حاجه. نزلت برضو هودسون اودوي، ما كانش عندك برضو اي حاجه. قررت انك اخيرا تنزل جيرو، لان المباراه محتاجه انك تلعب عرضيات. ما كمل الاول يا عم، عمال يقول لك نزل جيرو الاول، وعمال تلعب عرضيات، وهو الناحيه الثانيه كان منزل لك مورجان علشان خاطر لما شاف ان جيرو بيسخن قال لك عرضيات، والناس بتلعب كور هوائيه كويسه مورجان، وبحيث لو كسبنا يبقى اول مره في تاريخه ياخد بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، على سن الفريق ما شاء الله متوج بيها كله، فجت على مورجان. ومورجان بينزل، واول كره بتيجي لمورجان بتخبط فيه علشان خاطر يبقى هدف التعادل، وتشيلسي بيسجل هدف التعادل، والجمهور يقول لك هي ورجعنا في المباراه، مش مهم نلعب اكسترا تايم، المهم ان احنا رجعنا، علشان خاطر الفار يقول لك لا بن شيرويل كان متسلل. علشان وقتها تعرف ان خلاص المباراه انتهت تماما مع التعلقات الغير طبيعيه، لكن كاسبر شمايكل بيتصدى الكور صعبه جدا، هو يتصدى لها زي كره زي بنشيرو، الكره الهوائيه اللي بنشيرو اللي قدر ان هو ياخدها بدماغه وعملت باند، بس مع ذلك كاسبر بيطلعها. وكمان الكره الثانيه اللي كايا فيرتز لطشها، بس كاسبر بيطلعها علشان خاطر تعرف ان النهارده مش مكتوبه لك، علشان الموضوع صعب جدا انك تعرف تكسب النهارده لسه سيتي. هل توماس توخيل ينفع انك تعاقبه على حاجه؟ ممكن تعاقبه على فكره بدايه بتيمو فيرنر فقط، والتأخير في نزول أوليفيه جيرو في مباراة مع عربة سيدي. غير كده فلسه سيتي عمل مباراة كويسة جدا، عمل أداء جيد جدا كمنظومة وكبراندر روجرز وكمان كلاعيبة تستحق ان هي تطلع منتصرة، وتستحق ان هي تكتب تاريخ جديد في تاريخ ليستر سيتي. اللعيبة اللي فيهم ناس كتيرة جدا ممكن تقول ان هم حرفيا بنين تاريخ الفريق، زي كاسبر شمايكل، وزي دلوقتي جيمي فاردي والبرايتون ومورجان اللي حضروا التتويج للمرة الاولى في تاريخ ليستر سيتي بالدوري، واللي حضروا النهاردة التتويج للمرة الاولى في تاريخ ليستر بكاس الاتحاد الانجليزي. الف مبروك لجمهور ليستر سيتي، لو في جمهور ليستر سيتي في الوطن العربي، وهارد لك لمشجعين تشيلسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش انزل اشتم في الكومنتات وقول اللي انت عايزه. هارد لك عزيزي مشجع تشيلسي.